القمص مكاري حبيب سكرتير قداسة البابا تواضروس، تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يعني ما يعني زيارة تاريخية رائعة في هذا التوقيت، ما دلالتها يا فندم وإيه الرسائل اللي قدمها البابا الفاتيكان؟ وطبعا الأول تلبية دعوة البابا تواضروس، يعني استجاب لدعوة البابا تواضروس في 2013 واستجاب لدعوة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 2014 وبرضه تلبية لدعوة الشيخ الفضيل الإمام الأكبر أحمد الطيب. فدي دعوة دي في 2016 تاني. فكون يجي مصر فده معناه إن مصر لها اعتبار قوي جدا في عين العالم كله، خاصة إن البابا الفاتيكان يعتبر بابا مليار واكثر من 300 ألف مواطن في العالم. فكون يجي مصر ده معناها ان مصر بلد الامان برضه، رغم ان الارهاب ده يعني معناه ايه؟ يعني كان الارهاب ده المرض اللي بيجي للجسم، لكن الوضع العام ان الجسد سليم، الجسد يبقى سليم عمره كله، لكن بيبقى اعتريه بعض الامراض في اوقات معينه. فالارهاب هو يعني زي المرض الصغير، جه فتره هيمشي ان شاء الله. كون ان كمان ده تعزيز للعلاقات الطيبه بين الفاتيكان ومصر وبين المسيحيين الكاثوليك والارثوذكس، يعني تعزيز المحبه والود والعلاقات بين الكنيستين ايضا. كمان ده رد فعل برضه يعني تعزيه ل يعني جاي عشان يعزي قداسة البابا تواضروس، وعزاه بالتليفون طبعا قبل كده يوم الحادث بتاع اسكندريه وطنطا، وجاي برضه يقدم التعزيات للكنيسه البطرسيه ولطنطا واسكندريه. مجي البابا في الظروف الاخيره دهيت معناها ان مصر برضه مهما كان فيها شويه ارهاب او اضطرابات، لكن الوضع العام كويس، وفعلا نسيج مصر سليم وحلو. كون في شويه ثقافه فكريه غلط اللي هم الارهابيين دول، ده فكر دخيل على مصر، وفكر مش هو عايش في مصر. يعني مصر عايشه كويس، في تنوع وفي قبول وفي قبول اخر، وفي نسيج واحد موجود بقالنا 1400 سنه، لكن الفكر ده فكر مجرد فكر، ويتلغي بالفكر برضه. لا يتلغيش بالارهاب بس، يعني ازاي نقبض الارهابي او نحط في السجن او نحاربه ازاي، لا، الحرب فحرب فكر. لازم يكون في تغيير في التعليم والتوجيه السليم النقي وقبول الاخر والتفاعل مع الاخر وقبول التنوع، لان دي طريقه ربنا. ربنا خلق الزروع كلها متنوعه، حتى الورد نفسه بيبقى اخذ اشكال متنوعه. ما هو ده هيخليني اسال حضرتك يا فندم، يعني حاله الصفا والتسامح والتآخي ما بين ابناء الوطن الواحد سواء مسلمين او مسيحيين اللي موجوده حاليا، ازاي ان الحاله دي تستمر دون بقى ما احد يوقع ما بين الاطياف؟ هي ثقافه فكر، فلازم نغير الفكر بفكر. ان اردت ان تغير قوما فابدا بالتعليم. فالتعليم لازم يتنقى من جميع العوامل اللي هي فيها نبذ الاخر او كراهيه الاخر. دي مهمه جدا، لازم ويبدا بالاسره وبعدين بالتعليم وبعدين بالاعلام. الاعلام نفسه. فدي كلها في ايديكم، يعني مثلا التعليم هو موجود، الطفوله مش موجوده في كل ام، فثقافه الام تتغير. بقى في ام بتحب الناس، هتعود ابنها ازاي يحب من سن الطفوله الاخر، مش نبذ الاخر، مش كراهيه الاخر. لازم تكون ثقافه محبه الاخر وقبول الاخر والتفاعل مع الاخر. يعني الاطفال تبدا بكده، يعني الاطفال مع بعض يحبوا بعض. فدور الام، ودور الام مؤثر بنسبه 80% لشخصيه اي انسان. فالام نمره واحد، لان هي تاثيرها 80% والباقي بقى ال 20% دي تخش فيها بقى المجتمع والكنيسه والمدرسه والثقافه والدين وكل حاجه. فنبدا بالام، ثقافه الام تتغير بحيث نغرس الام الامومه، ان هي تحب ازاي تغرس المحبه في اطفالها وبناتها. دي هتاخد وقت طويل شويه، لكن هو ده المهم. وبعد كده المدرسه المنهج يتغير برضه، يتغير ازاي، يبقى نشيل منها الحاجات اللي مش شويه.
طيب يعني مش يعني الحاجات اللي تم بالظبط. طيب يعني قراءة حضرتك لكلمة البابا الفاتيكان أمام الشيخ الأزهر قرأتها إزاي يا فندم؟ قرأتها على إن الله ما يدافعش، إحنا ما يدافعش عننا، إحنا اللي ندافع، يعني مش إحنا اللي ندافع على الله، الله هو اللي دافع عننا. دي مهمة جدا، وإن الأديان كلها بتنادي بالتسامح والمحبة والإخاء وغرز السلام. فدي اهم نقطه، ان ثقافه ان انا اللي مدافع عن ربنا ونقعد نفكر دفاعا عن الله وعن اسم الله وكلام من ده، والله بريء من هذا الدفاع يعني. حين ان الله احنا هو اللي دافع عننا مش احنا اللي مدافع عنه. طيب البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك الطرازه المركوسيه وبابا الفاتيكان يعني بالقاهره عملوا اتفاقيه تاريخيه وهي حول سر المعموديه، ممكن حضرتك تكلمنا عنها يا فندم؟ لا ما خدتش بالي منها دي، ما اقدرش اتكلم فيها. طيب بنشكر القمص مكاري حبيب سكرتير قداسه البابا تواضروس كل الشكر لحضرتك.